صباح الخير والسعادة لكم مشاهدين عبر قناة إحنا تي في بحلقة جديدة من برنامج صباح النشر. صباح الخير إليك ازدهار. يسعد صباحك لامي ويسعد صباحكم مشاهدينا. صباح الخير أينما كنتم. هاتي ما في بشعبتك. يلا هالمرة إحنا رح نطلع نطرح الموضوع بس رح نستقبل ضيفي معنا اللي تشرح فيه أكثر واللي هي اختصاصها وبالمجال اللي هو هل مجتمعنا متقبل ومحتوي للإنسان الذي يمر بأزمة نفسية واضطرابات نفسية مواكبة مع قتل منير أحمد 33 عاما متأثرا بجراحه الحرجة أثر تعرضه لجريمة إطلاق نار على يد عناصر الشرطة. أحمد عنبتاوي طبعا اللي من مدينة حيفا اللي كان صح. طبعا أضافت أخته في الحادثة أن والدتي هي من اتصلت بالشرطة حتى لا يشكل خطرا على نفسه وعلى الآخرين، ولكن بالنهاية كان تم قتله. رح نتطرق أكثر لتقبل المجتمع ده الإنسان اللي عنده مشاكل نفسية. رح نفوت أكثر لتفاصيل. معنا أرجوان مديرة مركز هادي، أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. لقب ثاني صحة نفسية جماهيرية، تعمل في مجال تأهيل الاضطرابات النفسية. أهلا أزدهار، أهلا شرفتينا. قديش الموضوع اللي طرحناه مهم بالبداية وقديش حاولوا تساؤلات. حابة أولا أعرف ليش اخترت تكوني بهالمجال؟ المجال كتير مهم زي ما حكيت انت من البداية، هو مجال جديد احنا عم نكتشف عليه من وسائل الاعلام. بالبداية احنا من سنين نطلع وسائل الاعلام وهون دور وسائل الاعلام. شو الصورة اللي بوصلنا اياها لما بنحكي على شخص بعاني من ازمة نفسية، ان كان بداء من وسائل الاخبار العادية، ممكن من برامج، من مسلسلات، من افلام، ايش الفكرة اللي بتوصلنا؟ وكشخص اللي اشتغل بالبداية بمجال تعاطي المخدرات كتير كان الاشي اشوف كمان له علاقة، واحس انه في اشخاص اللي بعانوا من اكتر من ازمة، والاشي من تقدم الشغل او تقدم بتفوت لمجالات مختلفة وبتختار انه اكتر مجال بتحس حالك بتعطي فيه، مجال اللي عن جد بتتعاطفي وبتحاولي تستحوي وعندك هدف ورسالة بدك توصلي لها. فمن غاد زي ما اليوم لقائنا هو كمان صوت وصلكو من عائلة اللي قدمت أزمة عم تمرق فيها ومعاناة. أنا رفعت تلفون ياخذوا العلاج، ما رفعتش تلفون اللي كلفوا حياته. وهنا بتحكي على أزمة اللي بدها كتير علاج تتقدر العائلة تقدر توقف على جريها من جديد. يعني لا نقدر أن نحكم على الأم إذا كان تصرفها خاطئ أو لا، يمكن الأم ما كان عندها دراية كيف تحمي ابنها وتحمي المجتمع اللي حواليها، فهي اتصلت بالشرطة وكان رد الشرطة مغاير اللي أدى إلى قتل أحمد. تساؤلات كثير ازدهار بتطلع. بقدرش اجي على كل الام عملت صح او غلط لانه هي عملت الصح. لا نستطيع الحكم، انا بحكي لك لا نستطيع بالزبط. الحكم هي عملت الصح، للاسف انه ممكن اشخاص يحكموا، واحنا كمهنيين بنعرف انه في خلفيه قبل كانت، فهل الام عملتها ما عملتهاش، هل الاخت عملتها ما عملتهاش، هل البوليس اجى وهو على وعي كامل انه احنا بنحكي مع شخص مع وضع خاص، هل البوليس عارف انه هون في حاجه كان يوصل مع اسعاف مش لحاله يوصل. في كثير تساؤلات بتطلع. هل بتحسي مجتمعنا واعي لمعنى الأزمات النفسية والاضطرابات النفسية؟ مش كفاية. الصوت بعده مش واصل للكل، هذا أكيد، وصعب يوصل للكل. حتى إحنا اليوم ممكن نفوت على مؤسسة اللي إحنا نقول تلقائيا أكيد هاي المؤسسة بتعرف، يعني أفوت على صندوق مرضى مفروض أنه المرض النفسي أو الأزمة النفسية هو إشي اللي بسلم أولوياتهم اليوم حسب كمان التغيير صار بال 2015. فأفوت أنا على صندوق مرضى لأحس أنه بعد في كتير معلومات ناقصة، هذا إشي كتير مهين لإلي كمهنية ومهين لمجال الصحة النفسية نفسه. فإذا إحنا اليوم أنا برأي المهنيين بعد في عنا كتير علامات تساؤلات وعمال اجتماعيين، فكان بالحري أنه عائلات بسيطة بس اللي بدوك الإشي وعنده بالمحيط بالعائلة بالقريب ممكن يعرف، بس حدا اللي هو من برا. صحيح، أنا يمكن بدي أضيف على التي ازدهار أنه يمكن حتى مجتمعنا إذا بتفهمش هو بزيد الاضطرابات النفسية بالزبط. عند الأشخاص وممكن يكون واحد من العوامل اللي بتأدي ل يعني تضخم هاي المشكلة. طبعا يعني كيف اليوم ممكن نشخص شخص مع أزمات نفسية أو مع اضطرابات نفسية؟ طبعا التشخيص زي ما حكيت من البداية بده مختص. أنا كأرجوان لقب تاني أنا ما عنديش الصلاحية أجي أشخص، في عندي طبيب نفسي اللي هو، بس إحنا نقول إذا بدي أرجع شوي لورا عشان أقدر أجاوبك كمان على سؤالك. مركز هادي هو مركز استشارة للعائلات. أول طريق ممكن توصلها العائلة دق باب هادي، ترفع تليفون على المركز، أنا حاسة أنا عندي شك إنه ابني بنتي زوجي في وضع خاص عم بيصير، في إشي اللي هو مش ابني
في إشي من ناحية سلوكية، من ناحية أفكار، من ناحية تعليل الواقع، من ناحية تعاطف، من ناحية ردود فعله. عنواننا الأساسي بيكون دكتور العيلة. يعني أنا ممكن هذا الحكي، يعني أنت ممكن يكون يعني نحكي على مرض الجيل أنو والأقصى أنو، يعني الأدنى والأقصى. أعطينا الأقصى مفتوح والأدنى لحد إسا حسب الأبحاث جيل 6 سنين اللي وصل مع مرض انفصام. ست سنين وصل بهلوس، عنده حالات هلوسة، بتهيأ له أنه في حدا عم بلاحكه بالشارع، جارنا ممكن يتعدى علي. فاليوم بطل إشي محدد لجيل معين، بس لأنه صار حتى بالأطفال ممكن يعادوا من أمراض نفسية. فإحنا العنوان الأساسي تبعنا لتشخيص أولي هو دكتور العيلة. أنا بصل لدكتور العيلة زي كيف ما يكون عندي مشاكل بالمعدة، مشاكل بالقلب، في إشي غلط. هتنبلش من هاي، في إشي أنا كأم مش مريحني بتصرفات ابني، في إشي كزوجي جوزي كان يطلع على الشغل بشكل يومي، اليوم جوز بيطلعش على الشغل، بحكي شوي اشياء اللي هي مش ضابطه معي، انه بطلعش على الشغل لانه ابصر مين بيسبك لي نفسه، مش نفس الشخص القديم، يعني النفس نفس تغيرات، في تغيير، في تراجع حتى بدي اسميه. وهون احنا بنوصل لمرحله انه انا اخذ الخطوه الاولى، اتوجه لمختصين اشاركهم بالتجربه، المشاركه الاولى هي المهمه وهي بتحطنا على اول الطريق. فالتشخيص بيجي كل وضع صحي وله العلامات تبعونه، هذا بنحكي عن اكتئاب، بنحكي عن انفصام، بنحكي عن مانيا. في طبعا دكتور مختص يجي يعرف انه اوكي الحالات اللي انت بتشاركيها بتطابق هذا النوع من المرض، بعطيك العلامات كلياتها وهني بيطابقوا للامراض معينه. نشوف هل هو فعلا، يعني احنا بنقدرش نيجي نقول انه مثلا شخص وصل عندي مع حاله هلوسه وعنده مرض انفصام دغري، لانه ممكن يكون شيء جسدي، ممكن يكون بتعاطي مواد مخدره اللي هي عم تعمل هاي العوارض. فهون هو بيجي وبيعمل التشخيص الاولي، هل انا اودي لطبيب مختص او لوين يروح؟ المخدرات وقوفا عن كلمتك ممكن تعمل اضطرابات نفسيه؟ طبعا طبعا، في عندك جزء من انواع المخدرات اللي هي مواد مهلوسه، نحكي عن الحشيش، مواد خفيفه طبيعي كان قبل طبعاً. من الاثر والعكس صحيح. انت بتعرفي في ناس اللي هن اذا بنصابوا بحاله نفسيه بيلجأوا للمخدرات، هن بيلجأوا لعلاج ذاتي. وبما انه بنرجع الدعايه اللي بتوصلنا انه المخدرات ممكن بتنسى تكون او بتريح، بتنسى وتريح، بتساعدنا بالتاقلم احسن. فانا كشخص عاجز، شخص بأزمة اليوم، ممكن كمان ألجئ لإلها. أنا لم المشاهد هون إنه هل عن جد لجوء لهي المحلات صح ولا لا؟ طبعا لا. مفهوم خليها لا طبعا لا، لأنه في شبيب اللي ما بتستوعب هذا الكلام طبعا لا طلع. وأنا دائما بقول لما بجي بفهم وبعطي عذر، أنا إذا بصل اليوم عندي عيلة اللي بتشاركني ابني 19-18 سنة عم بتعاطى مواد مخدرة، فكمان يعني إحنا قبل ما نيجي نحكم إحنا بدنا نكسبه بالبداية، بدنا نأخذ أول الطريق، نحاول نفهم ليه هو تصرف، ليه هو لجأ حتى. مش ليه، إنه هل هو اليوم توجه لهذا الطريق بأي سبب؟ في منهم اللي ابسط ما فيها بقول لك انا طالب جامعه بدي اركز، واحنا للاسف كمان هاي شغله اللي احنا بنعرفها بالابحاث موجوده انه طلاب الجامعه نسبه كبيره منهم بتعاطوا بسبب ضغط المواد وضغط الدراسه. بس احنا اليوم بنعرف انه هاي المواد هي مواد اللي بعد سنه سنتين ثلاثه اكيد راح تسبب ضرر، وممكن كتير الشعار طبعا اللي بيستعملوه، طب ما انا يعني جاري بدخن بصرش شو فيه بروح وبشتغل بواظب. بس انت بتحب الحياه اليوميه بالحياه للمدى البعيد، هناك ممكن تسبب أذى. لم يسألتك عن المخدرات، أنا ممكن إذا هي ممكن تسبب حالة أو اكتئاب نفسي طبعاً. هل ممكن شخص معين يسبب لشخص آخر حالة أو اكتئاب نفسي أو أزمة نفسية؟ يعني زوج لزوجته أنا فاهمة عليك، بخذها سليمة، بتجوزها طبيعية، بتخدم، بتساوي بالبيت، فاهمة عليك 100% لسؤالك، برجع لأهلها عندها حالة نفسية. كتير جملة، إذا أنا فاهمة عليك صح المقصد من ناحية المواد المخدرة، أنت الجملة اللي بتستعملوها ابني ما كانش إشي فيه أبصر شو حدا حط له بالمشروب، إذا أنا فهمت شو سؤالك صح؟ لا أنا ممكن تعامله يأديلها اكتراب، يعني الضرب المبرح، الإهانة، أزمات متكررة طبعا. احنا اليوم بنآمن هيك المهنيين انه في عندك ما يسمى قابليه بيولوجيه، كل شخص معرض انه يحمل يتعرض انه يعاني من ازمه نفسيه. الفرق انه بعد هاي القابليه المحفز اللي اجى ممكن هي ما مركتش مرض نفسي، ما وصلتش انه اعرفها مع اضطراب نفسي، بس هي اكيد اليوم عندها ازمه نفسيه. ففي فرق، هي مصطلحات يمكن تبين متشابهة بس هي تختلف عن الاضطراب طبعا. في احنا عندنا كتاب ايش الفرق عن جد؟ أزمة ممكن اليوم انا تروح. في تغيير بصير، بس اذا باخذ العلاج الصح للمدى البعيد المؤقت نقول 6 أشهر علاج قريب ممكن تروح. انا مركت أزمة على عنف، مركت أزمة هيك، بس لما بوصل بالضبط لما بوصل للإشي انه بعوق حياتي اليومية او بوصل لمرحلة انه صار في ضائقة معينة انا حاسة فيها، لا الإشي ممكن يصل انه يتعرف كأزمة وكمرض. مدى تأثير الحدث اللي عم بيصير او تأثير المسار اللي انا مركته هو اللي بحدد لأي مرحلة انا موجودة، وسمى
كعاجزه اليوم مع اضطراب او هيك، والدليل الاكثر ممكن يكون مقياس لنا نوعا ما هو التامين الوطني. اليوم انا ممكن اجي اتوجه للتامين، التامين يكون مزبوط، انت اليوم عايشه على دواء مزبوط، انت اليوم تشتغلي ساعات انت قادره تتاقلمي لحالك، قادره لما بتاخذي العلاج الصح. مجتمعنا بيجي هيك وبيعترف انه انا حاسس انه ابني عنده اضطرابات نفسيه، بيجي يعني انتم بتعرفوا مثلا المعدل قديش بالوسط العربي الحقيقي، ولا في بعد ناس اللي هي يعني لا الابحاث قائمه بعد ما عنديش انا احصائيات دقيقه اجي اعطيك اياها، بس بقدر اقول لك هيك في تفاوت. يعني في عندك عائلات اللي بتيجي مع اقتناع كامل انه الاصابه النفسيه زيها زي الاصابه الجسديه، انا ابني اليوم بعاني من هيك وضع خاص، انا بحتوي برافقه باخذه العلاج بسمعه. في اعتراف يعني في المجتمع العربي في اعتراف، في اعتراف صار يمكن جديدا صح؟ طبعا طبعا. مقارنه مع المجتمع اليهودي وين النسبه اعلى وين في اعتراف؟ الوسط اليهودي المش النسبه اقل، مدى التعاون كمان من ناحيه أكبر. او وصمه العار اقل، يعني انا اليوم بتلاقي تعاون انه يروح على علاج اكثر بالوسط اليهودي بتعاونوا اكثر. اللي بتخبوا بس بالوسط العربي، بالوسط يعني العربي لانه احنا كمان بوسط برحمش، يعني احنا كثير وسط بنتقد، يعني يعني كثير احنا تعاطفنا والازمه كتلتنا مش بس لانه شاب مع وضع خاص، يعني طبعا في حدث قبل كمان اللي كان اصعب واصعب علينا الصبيه الصغيره. فبس بس بتعرف على قصه الاغتصاب، اول التعليقات اللي انا سمعتها على الفيسبوك مرضين نفسيين، لا في فرق بين شهواني حيواني بين مريض نفسي. لما مش كل مشكلة تحطوها بالمريض النفسي أو الاضطرابات النفسية، بس بالضبط هو هذا الربط اللي احنا بنعمله هو اللي بعلم الجيل اللي جاي. انه انا سمعت امي قالت انه كل واحد بضرب وبقتل معناها هو مريض نفسي. يعني انا بتذكر كمان حتى بدي اجيب لك شيء اصعب عن هيك، مثلا احنا كثير بنربط انه صبيه اليوم عندها وضع خاص اصر مين متعدى عليها، ابصر مين صار معها هيك، ابصر بنبلش احنا نعطي التخمينات ونعطي تحليل للواقع بدون ما نيجي نقول هات اسال دكتور، هات يعني اخذ المعلومات الدقيقه. ببرروا الجريمه بالمرض النفسي. بس استني استني انا عندي عن جد سؤال استاذ هيك استا خطر على بالي، اللي صار مع الصبيه بعد ما يعني انعرفت الحقيقة كاملة شخص على إنه مرض نفسي عند الأشخاص هدول أو إنه هن مرضى نفسيين؟ إحنا بنعرف شو الخلفية. لا هن شو بعدين طل يعني بعد التشخيص طلع إنه هن هيك ولا لا إنه هن ما عنديش إحداثيات أو تفاصيل عن الحادث. لا لا على الفيسبوك أو على مواقع التواصل الاجتماعي خمسة عندهن حالات نفسية، يعني واحد هذا الفعل الطبيعية أو المباشرة إنه مريض نفسي. يعني أي إشي بيصير يعني دغري إسلام تكون مثلا واحد حكى قتل مرته معناه هو أكيد مرض نفسي، قتل ابنه أكيد مرض نفسي. لا وين الرادع الديني؟ ها ممكن يكون فيش عنده رادع ثاني، ممكن يكون فيش عنده رادع ديني، ممكن يكون متعاطي، نسي كل هاي الأسباب وحطوا الأشياء بالمرض النفسي أو الاضطراب هذا النفسي. هذا اللي بيعرفوه. يعني إحنا بنرجع بنقول دائما أنا على أصعب الحالات باجي بلوم مش حدا، بس بلوم لما أنا بأخذش مسؤولية أفحص الموضوع صح، بلوم لما أنا باجي بطلع تصريح وأنا مش كده. حتى لو أنا إنسان عادي مش إنسان مثقف مش إنسان متعلم، بس مجرد إنه بصير عندي حدث معين أو بشوف جاري بتصرف تصرفات معينة أجو أقدر أعمل المحاولة الأولى أفهم شو عم بيصير معه بدون ما أحكم عليه، أفهم صح وأروح على مصدر صح. في فرق لما أنا اليوم سمعت قصة من أرجوان في مرض اسمه انفصام، أجي أروح على فورم عادي، أروح على موقع اللي هو مش موقع تابع لصندوق المرأة، مش موقع تابع لوزارة الصحة، وأقرأ غاد أقرأ فلاني كاتبي والله مرض الانفصام بصير فيه شخصيات متعددة وبصير واحد يعيش أكثر من شخصية وإشياء زي هيك، فبنعيش الحالة. بس هذا مش مرض انفصام. مرض الانفصام بعيدا جدا عن تعدد الشخصيات كيف إحنا بنفكر. فهنا في فرق، أنا لما فايت على موقع وزارة الصحة فايت على موقع معلومات مؤكدة ومثبتة، فهذا هي رسالتي للأشخاص ممكن تكون يعني أنا قبل ما أطلع أي تصريح وأحكم، لأنه فيش حدا محمي من أي إشي. أنا اليوم أرجوان قاعدة معكم، أنا ممكن لبكرة أتعرض لحادث ومن بعدها كمان يصير عندي نوع من الاضطرابات النفسية. صح، الحوادث ممكن تعمل يعني اضطراب ممكن نفسي ما مدى السرية؟ مش اضطراب، أزمة. أنت قلت الأزمة اضطراب كمان ممكن، ممكن اضطراب ممكن كمان يصير على عندي كبر. لا ممكن يصير عندي بعد حادثة معينة بوست تراوما اللي أنا بعد الحادث المعين أقعد بالبيت بديش أشوف حدا من عزلة، كمان هذا اضطراب، هي مش أزمة. ما مدى السرية في مركز هذه؟ يعني في السرية موجودة وإحنا برقابة وزارة الصحة. إذا بدي أعمم أكثر هيك أتعمق شوي بالخدمات، إحنا كخدمات بتبلش الخدمات بخدمات مباشرة شخصية
مع العيلة، وفي عنا خدمات اللي هي جماعية، احنا بنعمل مجموعات علاجية، مجموعات تأهيلية اللي فيها رفع الوعي، هذا الهدف الأساسي اللي أقيم لأجله مركز هادي، رفع الوعي بكل ما يتعلق مجال الصحة النفسية مش بس بوسط العربي. يعني عندك اليوم مراكز عائلات كمان بالوسط اليهودي، ميلام على سبيل المثال، يهيل على سبيل المثال. الفكرة أنه كل الوسط، يعني كل دولة يكون موجود فيها مراكز عائلات، مراكز استشارة وتوجيه. فمنبلش من لقاءات شخصية، لقاءات جماعية، في عندك استشارة قانونية. يعني إحنا منقدرش نجي نفصل إنه اليوم عائلة سؤال كتير بسيط لمسألة بحادثة الشاب، إنه هل في كان وسيلة للأم تيجي تعملها قبل ما نوصل لهاي المرحلة تجبر ابنها يأخذ علاج، أو هل في هيك إشي؟ أنا اليوم كيف بقدر أكون واسعة ابني؟ هل في أنا مثلا اليوم ابني خصوصا بجيل 18 فما فوق، أنا أستطيع أن وصي أم هو كان بيعاني منذ الطفولة، الحقيقة مخفية نوعا ما، يعني مش راح نقدر نحلل ونفسر أكثر من اللازم. هل العرب بيروح وبيعترف ولا لا؟ نضلش نعمم، لأما كل عائلة وهيك، بس إحنا منشوف في تغيير، في تغيير من هاي الناحية، في تغيير. ومدى تعاون اليوم تقبل كمان العائلات أن ترفع تليفون لمركز العائلات وتسأل وتشارك. وفي منهن اللي بتصلوا لي ما بفهمش بالضبط ليش متصلين، أبسط ما فيها أنه أنت متصل بحكي بحكي بحكي، أوكي تعال نروح مثلا أول عنوان بسخياتر، انت بتحكي عن اشي اللي واضح انه في اشي نفسي، وانت بتعرف مثلا من العيلة انه في له عم هيك، ممكن الاشي كمان يكون وراثي بشي محل. فحصت رحت، لا انا بديش ياتي يروح عند بسخياتر، جيب بسخياتر على البيت بشكل براتي، لا انا بديش. نحكي عن زيارة في تخوف من المجتمع، يعني في الوصمة هاي اللي بتنحط، يعني شافوا بسخياتر الاول مرة طالع من الدار او من البيت ابنه ما له شيء، عنده مرض نفسي. حتى مثلا أكثر، حتى لو مش بسخياتر، طيب انا ارجوها مش بسخياتر وانا مش معروف لهالدرجه انه كل واحد محل افوته، بس مجرد انه انسان غريب فات، حتى لو اللي حوالينا بعرفوش، بس انا بكفي انا اعرف ام البيت او ام صاحبه البيت انه في حدا غريب فايت على البيت، كانه كل الدنيا صارت تعرف. فهذا اللي بحط انه مش شرط، يعني حتى احنا مرات بجينا انه بديش حدا يعرف عن ابني، للحظة تعالي فكر كل الدنيا بتعرف عن ابنك. لما ابنك كان موجود بكلب شارع رئيسي بتصرف التصرفات، بدك تقولي لي انه الناس ما عرفتهاش مين هو وكيف هو وليش هيك ساوى وين اليوم بده يروح. احنا وانت بنصل لمرحلة الوعي، لما بهمنيش شو بدي يعرفوا الناس، انا بهمني اعالج ابني او شخص بخصني. لما بطلع من هاي المرحلة انا اكيد بكون انساني اوعى، بنشر الوعي بالمجتمع. منضل احنا مجتمع مغلق، يعني هاي الوصمة لازم تنحط. اذا انساني اصيبت بالسرطان وشفيت، هاي اللي كانت مريضة، طب هي شفيت. او انسان لا يتعلق الاشي بس بالصحة النفسية، على جميع الاصعدة، يعني دايما في وصمة بتتركها الناس، يعني لابد منها. سؤالي هيك سؤال اخير يمكن عم تتراود على ذهني الاسئلة، المعاملة السيئة تولد الاضطرابات النفسية؟ مش تولد، قد تولد، ما قدرش نعطي تصريح. قد تولد، قد تولد. طيب حلوة هاي، قد للشك. والدلال المفرط والتعامل اللي فيه نوع من الاتكالية والهاي كمان ممكن يؤدي لها كل إشي خلل نوعا ما بالتربية، بردود الفعل تبعتنا كأهل. بس هذا كله اليوم إحنا مش بصدد هيك تفكير، يعني أنا اليوم بقدرش. كان زمان، أنا بنكلش الإشي طبعا، ببداية طريق الصحة النفسية كان في الأم اللي بتسبب المرض، كان كل الاتهام موجه نحو الأم، ابنها مريض الأم، ابنها مريض الأم. اليوم مش موجود هذا الإشي. أنا ممكن أدلل ابني بس ابني ما يطلعش فيه إشي، بس في إشي تاني يمكن صار فيه بشخصيته بخلفيته ببيولوجيته اللي سبب الوضع. بس مش انا، غير العوامل الوراثيه اكيد طبعا، ومش شرط كله، مش يعني العوامل الوراثيه حتى من مجموعه الامراض النفسيه او الاضطرابات النفسيه، احنا بنحكي نوعين اللي لحد اسه اثبتوا انه ممكن يكون عامل وراثي، مرض الانفصام والمانيا ديبريسيا. فهدول الامراض اللي اليوم بقدر حتى اسميه مرض، لانه في إشي بالجينات ممكن ينفحص بالضبط، وفي السلسله اللي ممكن تكون واضحه للدكتور انه هذا الشيء موجود بالعيله من قبل، فممكن يكون انتقل كمان للجيل اللي بعده واللي بعده. بس أنا بقدرش أجي وأعطي تصريح إنه كون الأم أو كون العيلة عملت دلال زيادة، تعرضت لموقف معين، كان في عندها رد فعل اللي بالغت فيه، إنه هذا الإشي سبب الأزمة النفسية اللي ابنها فيها. أرجوان يعني الحديث معك يطول ولا لا يمال، يعني شكرا على المعلومات الثرية يعني أعطيتنا إياها، يمكن إحنا قبل المشاهدين كمان، أنا كتير استفدت شخصياً على شكراً لك، وبتمنى هيك مجتمعنا يتنور ويكون عنده دراية وصح وصحيح.
نحو الموضوع. شكرا لك، بنتمنى لك كمان اذا تسمحوا لي بكلمه منيحه. تفضلي طبعا. بس كلمه اخيره، الرساله لكل العائلات والمهنيين حتى، المشاركه. لما انا بشارك وبسال وبقدر هيك بقدر اخذ اوصل للطريق الصح. لما بحكي زي ما حكيتي مهمه جدا السريه. انت كعائله اليوم توصلي مركز هادي، انت عارفه انه انت واصله في رقابه وزاره الصحه، المعلومات اللي انت بتشاركينا فيها بتضلها موجوده وإلك الحق تجي وتاخذي لو مشاركه واحده بس، سؤال ورد جواب خلص الموضوع. فالمشاركه اهم شيء. يعني ارجوان بتمنع تفاقم الموضوع عن طريق المشاركه. هاي رسالتها. هاي رسالتها. شكرا لك ارجوان، يعطيك العافيه. شكرا. معنا الشابة آمني موسى. آمني موسى شابة مرت بأزمة نفسية واضطرابات نفسية تحت مسمى فصام نفسي. هي معنا اليوم عشان تحكي لنا قصتها بكل شجاعة وبكل جرأة. جرأة. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. صباح كفال. أنا هيك بدي أحكي شوي عن تجربتي اللي مريت فيها، واللي بنظرة غيري هي إشي اللي هو ممكن يكون إشي عيب أو إشي ممنوع ينحكي عليه أو إشي ممكن يكون سلبي. خطيتي أنت هاي الحدود وجاي تحكي لنا أكثر. بالضبط، لأنه أنا حسب رأيي أنه هذا الموضوع كتير مهم ينحكي عنه، كتير بيساعد أنه الأشخاص كمان برضو اللي هن بمروا إسا بأزمة نفسية يشوفوا شخص اللي هو عانى بالأزمة هاي وطلع منها وقدر أنه ينجح ويتقدم حياته، ممكن أنه يكون محفز إله كمان هو. خلينا نرجع للماضي، من وين بلش الاضطراب النفسي؟ أنا بلشت من جيل صف عاشر، كان أول إشي بوز إلي. بصف تاسع بلشت تتبين علي الأعراض. بالمستشفى نمت بالمستشفى لفترة كان معينة. كان إشي بوز الأول إلي بصف عاشر بطيرة الكرمل. بالبداية ما كانش في تقبل للعيلة بالمرة عن الموضوع بالمرة. الأهل يعني بصف تاسع بتذكر لما المعلمة أجت وحكت لأهلي قالت لهن بنتك عندها مشكلة نفسية، الأهل إنه لا شو مشكلة نفسية، ما فيش إشي من هالشكل، ما بنت منيحة فيش فيها إشي، بنت خلقها طبيعية تصرفاتها طبيعية. بصف عشر يعني المعلمة شو لاحظت عليك ترى حكت للأهل؟ المعلمة لاحظت علي كان في عندي هيك تصرفات اللي هي شوي مختلفة عن الآخرين. مثل أحيانا أكون قاعدة بالصف يصير كل جسمي يراج، أسكر دناي، بديش أسمع إشي، بديش أتواصل مع حدا، أطلع من الصف أدور على زاوية بالغرفة بالمدرسة وأقعد فيها بهاي الزاوية، أقعد أرج وأسكر. شو نوعية الأصوات اللي كنت تسمعيها؟ الأصوات كانت تحكي لي أكثر عن انتحار وكل هاي الأمور اللي هي ممكن أنسى حالي بأي لحظة. فالإشي إنه كنت أدور على هاي الزاوية إني أقعد فيها، والمعلمة كانت تحتويني بمحل معين، كانت أول شخص بحتويني بكل لي إنه إيش اللي عم بتمر فيه، شو الأشياء اللي حاسة فيها، رقعد أنا وياها لوقت. الإشي كان كتير صعب علي إني أجي أعبر حتى عن الأشياء اللي بداخلي، كنت إنسان اللي عندي مصطلح المشاعر كل هاي الأمور مش موجودة بالمرة، ما عنديش تعبير عن نفسي، ما عنديش هاي القدرة إني أجي أحكي وأحاول أشياء أنا حاسة هيك، أنا عم بسمع هيك، أنا عم هاي النوبات كانت تصيبك بالبيت يعني والفزع؟ كان أهلك يشوفوها؟ كانت تصير بالبيت وكان الأهل يشوفوها بس كانوا يتغاضوا عنها، لأنه كان الإشي كتير حسسن إنه بنتي هون بمحل اللي هي مش طبيعية. من أي منبع يعني هني كانوا رافضين يحكوا أنا بنتي مريضة نفسيا، نكران يعني؟ هي أول مرحلة بتيجي بالنشاء عيلي يعني يكون فيها مريض نفسي أو هذا الموضوع بالذات، أول مرحلة بتكون هي مرحلة إنكار، فالعيلة كان عندها منكر الإشي، وأنا كمان شخصيا كنت منكر يعني بالبداية ما كنتش، أنا كان الأشخاص كتير بمدرسة يسمعوني حكي أنت مريضة نفسيا، أنت عندك مشكلة، أنت كل هاي الأمور، أنا كل أكاتل بالإشي إنه لا أنا ما فيش في إشي، وأحاول أدافع عن حالي وبينه وبين حالي بدي أقنع حالي إنه أنا إنسانة طبيعية زي غيري. وين كانت نقطة التحول بحياة آمنة؟ كانت نقطة التحول أكثر بالإشبوز بصف عاشر. كانت إنسانة كتير متفوقة بالمدرسة من ناحية قدرات عالية. بالثانوية حتى كان تخصصي فيزياء كيمياء رياضيات خمس وحدات. كانت إنسانة كتير يعني هيك ماخذ الحياة حلوة ومبسوطة فيها لدرجة إنه أتعامل مع الأمور بكل بساطة وبكل رياحة. بس الإشي اللي اختلف إنه من بعد الإشبوز هذا صرت أستحي من حالي، يعني أول ما طلعت من الإشبوز أهلي فهموني وحكوا لي إنه هذا الموضوع دي ضال سر عنا بالبيت، ممنوع تحكي لحدا لا للعيلة ولا لطلاب المدرسة ولا لأي شخص كان. والإشي من شانس إنه كان الفترة اللي أنا فتت فيها بالإشبوز كانت بفترة اللي هي عطلة بالمدرسة، ما حدا بيشوفك أو بيختلط فيك، ما حدا اختف، ما حدا شعر بالاختفاء تبعي لفترة اللي أنا كنت فيها. اللي بالبداية لاحظوا الإشي بالبداية قلت إنه المعلمين لاحظوا هذا الإشي وتوجهوا صح. لأهلك ما سألوا بعدين، ما كان في تواصل متابعة على الموضوع؟ كان المدرسة كانوا متابعين الموضوع ما قبل الإشبوز.
بعد الاشبوز حسيت هيك كان في تراجع بالنسبه لاهتمامهم بالموضوع، بصفه انه انا صار عندي بسيخياتر خاص فيي، صار عندي دواء اللي انا بشربه كل يوم، صار عندي اعتناء من الاهل لانهم عرفوا كبار انه انا انسان اللي انا مريضه نفسيه بعاني من مشكله نفسيه معينه. هل انت كنت حابه هالاعتناء بمرحله معينه؟ انا بمحل معين كنت بحاجه لاحتواء، لانه الاشخاص اللي حوالي يحتووني يعطوني شويه اهتمام، وكثير تصرفات كانت نابعه مني بهدف انه بدي تسمت لف انتباه، لفت انتباه، بدي انه شخص اللي ينتبه لي، شخص انه طلع علي انا هون انا موجوده انا عم بمر بضغط معين، انا هون في إشي بدي اهتمام فيه، في موضوع ما قبل ولا بعد الاكتشاف الاضطراب الحكي بعد تبعك. بعد كان بدك احتواء واهتمام بعد صح. وقبل كمان برضو بالفترة نفسها اللي كنت أمر فيها بالأزمة والأهل كانوا منكرين كمان كنت بحاجة للأشياء. كيف تغيرت حياتك من ناحية اجتماعية؟ من ناحية اجتماعية كنت إنسان كتير منطوية، وخصوصا أنا بدأ أحكي هيك عن يوم اللي هو كان كتير فيه تغيير كمان برضو نقطة تحول كتير كبيرة بحياتي ما بعد المرض، اللي هو كان اليوم اللي عرفوا فيه العيلة الموسعة إنه أنا بعاني من أزمة نفسية. بهذا اليوم انا هيك بعد انا ما كنتش متقبله فكره الدواء اللي اشربه بالاشبوز. اعطوكي دواء كان يساعدك الدواء؟ دواء كان يساعد من ناحيه هرمونات بس الاشي اللي كان ناقصني كمان اللي هو حوار، انه بصيرش انه انا حسب رايي انه العلاج الادويه كتير بيساعد، بس كمان العلاج النفسي بكلش اهميه عن العلاج بالادويه. يعني العلاج بالادويه بيساعد بمحل معين، بس العلاج النفسي بدعمه بشجع يعني اكثر بقدر. يعني كمان انت بتقولي انه في جزئيه يعني لا باس بها من ناحيه الادويه، لانه اليوم في كتير معتقد كمان الزهار انه الادويه بتضر، انه الادويه لا ما بتحسن، الادويه بتخلي الاشي يتازم، في هيك معتقد سائد، فانت عم بتقولي انه الاشي لا هذا مش مزبوط، بس بالاضافه له برضه الحوارات اللي هي يمكن كمان لا تقل اهميه عن الادويه. صح، الاشي انه انا كمان برضه كفكره بالاول قبل ما اتقبل المرض تبعي واتقبل الدواء تبعي كمان كانت عندي هاي الافكار انه دواء ممكن يضرني، دواء اللي هو بأزمني، الدواء اشي بسيطر عليه. شو بتقولي للمشاهدين اليوم اللي بياخذوا او اللي بيقولوا بدناش دواء؟ الدواء حسب رايي انه يعتبروك له هو موازنه، بوازن الهرمونات بالدماغ، هو إشي اللي بخليني اكون مرتاحه اكثر بطريقه اللي انا الهرمون اذا كان عندي هرمون الدوبامين اللي هو الهرمون الواطي اللي هو بالدماغ، ممكن الدواء هو يساعدني انه يوازن الوضع اللي انا فيه، خليني حاسه مع حالي بطريقه اريح. طب ليه وقفت الدواء؟ انا وقفت الدواء بصف 12 بمنطلق انه انا ما كنتش متقبله الإشي، عن جد ما كنتش متقبله فكره انه انا اشرب دواء. هذا اللي حكيت عليه، انا عارفه انه بدك تكوني وصلتي بشي مرحله. وصلت لهي المرحله واستمرت معي فتره كتير طويله، انا ما يقارب قبل بس ثلاث سنين ونص انا بلشت اتقبل حالي، بلشت اتقبل الدواء، بلشت اتقبل الوضع اللي انا فيه. تتقبلي حالك يا امنه. صح، انه هو انا حسب رايي انه بالنهايه الواحد يصل لمرحله التعافي بالمرض النفسي هو التقبل للذات. تقبل الذات زي ما هي، انه اتقبل مرضي، اتقبل نفسي، اتقبل صحيح. الاشياء اللي صارت معي، حتى اصل لمرحله اللي انا اقول هذا الاشي اللي صار معي والازمه اللي مريت فيها هو اشي كان لصالحي، اشي اللي هو انا اسه بحبه، انا لو ما هذا المرض اللي انا مريت فيه بكونش بهذا المحل، بكونش بهاي النفسيه المرتاحه، بكونش بهذا الوعي الذاتي للافكار للمشاعر يعني اللي عندي ولكل هاي التخبطات. كل اللي مريتي فيه، كل اللي مريتي فيه بتفتخري فيه، مش وصمه لازم ما بين قوسين عار او لازم اخفيه. صح، فانا خلينا ارجع شوي هيك فشقنا عن النقطه اللي كنت احكي عنها بالنسبه لل وقفت الدواء. لا، فكره انه انا وقفت الدواء بصف 12 بهذا اليوم اللي انا وقفت فيه الدواء استمر عندي انه انا اولها بحس بطاقه وحيويه انه انا موقف الدواء ومستمر عادي ومش مبين علي ولا شيء، بس الاشي بعد فتره قصيره يعني اسبوع اسبوعين بعد كل وحده قديش قدره التحمل تبعك. كله من وراء اهلك وقفت الدواء؟ طبعا وراء اهلي، لانه اهلي نفسهم كانوا مقتنعين انه لا انت لازم تاخذي الدواء، واي شيء كان انت اي تصرف مش طبيعي منك معناته انت دواك مش عم تاخذيه بانتظام، معناته انت في شيء بدك تغيري بالدواء، فكان عندنا المفهوم التعافي بس الدواء. انه بس خدي دواء معناته انت طبيعيه، معناته انت بتتصرف بطريقه طبيعيه، تفضحناش بين الناس، تتحركيش، بتعمليش تصرفات مش حلوه، تعمليش حركات اللي هي ممكن تكون ملفتة للنظر، ملفتة للنظر. فالشيء انه انا وقفت الدواء بصف 12 وشيء بين علي بعد تقريبا اسبوعين ثلاث. شو ردات فعلك؟ شو صار؟ بلشت اتراجع شوي من ناحيه اجتماعيه، يعني لا احكي مع بنات صفي، بلشت ما اروحش على المدرسه، تراجع كتير بالبيت من ناحية التواصل مع العيلة وكل هاي الأمور. وصلت لمرحلة اللي أنا صابني انهيار عصبي، وصلت ليوم اللي أنا أصرخ فيه، أزحك، أعيط، مش قادرة أتحمل ضغوطات براسي، حس راسي بدي ينفجر، الأصوات رجعت، حس كل هاي الأمور رجعت من أول وجديد.
بعد ما وصلت لهذا الانهيار اضطروا عنا العيلة الموسعة انهم ياخذوني على المستشفى. بعد ما اخذوني على كبات حليم وعلى المستشفى، المستشفى هناك حكوا لهم كل الامور انه بنتكم بتعاني من مشكلة نفسية وبنتكم لازم نحولها على شهر منشأ. وعمي الكبير من منطلق يا عيلة اللي هي موسعة رفض انه اروح على شعر منشأ بهدف انه بنتي انا بوديهاش هناك، هناك محل ممكن يأذوها، هناك ممكن تطلع. شو كان حله عمك اذا مش شعر منشأ او المستشفى بمعناه؟ شو كان حله كمثل حل باقي العائلات العربية عندنا بالمجتمع مع الاسف، كان التوجه تبعهن للشيوخ، توجه تبعهن انه بنتنا يمكن فيها جن، بنتنا يمكن بتعاني من حدا. بالفعل اجى شيوخ عندك هيك وقروا عليك؟ عمي اجى عنا على البيت، اجى على المستشفى، اخذنا من المستشفى حطنا عنده بالبيت. بلشوا يجوا هاي الشيوخ اللي هي كل فتره يجي شيخ يرش اشياء على راسي، يكروا علي شغلات، يحطوا لي اشياء بخشمي. شو رايك بالموضوع اليوم؟ شو بتنطيه تقييم عام هذا موضوع الشيوخ؟ انا مع انه الشيخ يقرا قران ومع انه القران كتير بيساعد وكتير بيريح، بس مع. كمان مش مع انه الاشي بعيد عن الصحة النفسية، عن الادوية، عن العلاجات النفسية. باش كان يرشوك؟ بتحكي كان يرشوني مي مكروء عليها واشياء مسقعة وكل هاي الامور، لدرجة انه بتذكر الشيخ رمى علي مي مسقعة على راسي مرة واحدة اللي طلعت على جرائي زرق زرق زرق. شو كانت ردات فعلك؟ جمدت مرة واحدة، جمدت لفترة ما قدرتش اني اتحرك. وبهذا اليوم انا كنت فايتة بصدمة نفسية، لانا شو ما يجي يسألوني او شو ما يحكوا لي احكي عيدة كنتش غادر احكي. يعني وصلت لمرحله اللي انا ارتبط لساني، يعني تفاقم الامر من وراء هاي الجلسات، تفاقم اكثر وارتبط لساني كليا. والشيء اللي كان مأثر علي سلبي كثير انه تيجي، يعني انا كنت بنت 18 سنه، تيجي بنت اللي هي 10 سنين 9 سنين تبلشوا يسالوني دار مين هاي، مين انت، شو اسمك، باسلوب استهزاء. شو الاسم يعني بإيدك؟ مش استهزاء، بنظرة انه انا انسان مش انا فقدت عقلي بمحل معين، مع انه يعني عم نحاولك عادي، يعني ما في اي اشكال. الاشي انه كمفهوم بنظري الاشي كان وانا بمحل معين تلبست الاشي كانسان اللي كانت ثقتي بنفسي شبه معدومه بسبب الازمه اللي مريت فيها، وانه انا مريت فتت على اشبوز نفسي. بس مجرد اني فتت على اشبوز نفسي وعم باخذ دواء نفسي كان معتنق عدم ثقه بالنفس. امن الحمد لله اليوم انت بكامل عافيتك وبكامل قوتك وشجاعتك بمرحله التشافي، يعني متعافي. انا مش عم بحاورك ومش شعري اي شيء. هذا الشيء اللي عم بيصير مع الاغلب، انه انا باجي بحكي قصه مع الاشخاص بيقولوا لي ايش مش مبين، يعني عن جد كنت هيك، عن جد كنت تتصرفي هيك، عن جد كانت افكارك هيك، عن جد هي كانت مرحله وخلصت. احنا بمرحله التشافي بالزبط. اولا انا بكن لك اكيد وازدهار كل الاحترام على جهدك لهون وشجاعتك والتصريحات اللي عم تحكي عليها. إذا بدي أجي أحكي عن تجربتي أنا بلزمنيش، يعني ممكن بتوقعش إنه أنا بحاجة لأقل من ساعة ساعة ونص إني أحكي عن التجربة، عقد ما في شغلات صارت، عقد ما في رسائل بدي أوصلها بداخلي. شو الرسالة الأخيرة اللي بدك توصليها؟ لأنه إحنا دهمنا الوقت، فأنا حابة أسمع أنا والمشاهدين. الرسالة اللي بدي أوصلها إنه أنت إن كنت بتمر بأزمة نفسية الإشي مش عيب، الإشي بالمرة بخجلش ولا مره تفقد الثقه بنفسك. انت مهما تمر بشغلات وظروف صعبه بتقدر توصل تحقق هدفك وتكون شخص اللي انت ناجح ومرضي حالك. بترجع للاتزان يمكن. انا حسب رايي وصلت لكل المرضى النفسيين الدواء كتير مهم، وانه انا اصل لمرحله التعافي مش معناته انه انا اترك الدواء، مش معناته انه انا اصل لمرحله اللي انا ارجع زي كيف كنت قبل. انا كمان برضو احيانا بتذكر حالي وانا طفله انسانه فتحه، انسانه قويه، انسانه بحفظ طفولتي ذكيه بكل الامور. بس انه اصل لمرحله التعافي مش انه اتخلص من هاي الامور كلياتها، اصل لمرحله التعافي بالاساس بيعتمد على انه اتقبل حالي. اليوم أتقبل حالي أتقبل مع شهاده صح تبعتي. إسا انا حاليا انسانه بتعلم بعلم كيزرعيل لقب أول بعلم السلوك. أنا بعد 8 سنين من لما خلصت يعني المدرسة قدرت صح. أنا تعلمت كمان مرشدة رسم، طبعا الوقت هيك مش كفاية أني أجي أحكي عن كل هاي الأمور. بس بترسم رسومات بالجن اللي بتابعها بيشوفها كمان بشكل هيك رؤوس أقلام رح أحكي عن الموضوع. أنا تعلمت كمان مرشدة رسم بسخنين، حصلت على المرتبة الأولى بالكلية بالبريكت جمار اللي عملته، اخترت البريكت جمار يكون عن الشيزوفرينيا برضو الفصام. عن الفصام اللي أنا بعاني منه. اشرحي بس للمشاهدين ما معنى فصام.
الفصام بيختلف عن الانفصام. انا بالبدايه كان عندي خربطه واظن الاغلب بهي الشغلات. الانفصام هو بيعني انه شخص يكون عنده اكثر من شخصيه معينه والشخصيه الثانيه بتتعرفش على الاولى ويكون شخص اللي هو مزدوج صح بالضبط مزدوج. الفصام بيعني انه شخص اللي هو بعاني من هلاوس بعاني من اوهام. الهلاوس ممكن تكون اللي هي اصوات الهلاوس ممكن تكون اصوات انا عم بسمعها اللي هي مش موجوده، اشياء اللي انا بتخيلها اللي هي مش موجوده، ممكن حتى يصل الشخص لمرحله انه يستطعم طعمه بتمه اللي هي مش موجوده او حتى يشم ريحه كمان تعلق عنده اكثر من اللازم. هاي الشغله ممكن تكون هي مش بالضروره للفصام بس انا شخصيا كنت اعاني منها. انا كنت اعاني كثير من مشكله التعلق بالامور. كان عندي المشكلة كتير واضحة وبارزة لما أنا أجد أخلص بخدمات السالشيكوم سلة التأهيل. الخدمات اللي أنا أخذتها هي خدمات كتير بتساعد المرضى النفسيين وأنا بنصح كل شخص يخدها، كل شخص بتطلع له الخدمة يخدها ويتلقيها. الإشي إنه موضوع التعلق بيّن عندي أشكرة لما أجيت بدي أخلص من خدمة الهاسكلا وأنا كتير كنت متعلقة بعبير عبد الحليم المركزة تبعت الهاسكلا نتميخت. ما جيت أخلص من هذا الخدمة تراجع وضعي كتير لأنه بلشت براسي أفكار أنه عبير إسا رح تتركني تعلق مش رح تهاجرني مش رح أنه ضل في تواصل بينه وبينها رح ينقص إشي بحياتي رح يصير في فراغ معين بحياتي. فالردة الفعل تبعتي كانت أنه أنا تراجعت عن شرب الدواء تراجع وضعي بطلت أهتم لحالي بهدف أنه يمكن ها ترجع الخدمة تبعتي. تعرف قديش أنا جديد. اليوم فخورة فيك أكيد والمشاهدين أنك أنت واجهتي آمنة يعني بكل تفاصيلها وبتطلع قدام جمهور وبتشرح ومتعددة المواهب شخصيتها فعلا يعني شخص يحتذى فيه. الإشي إنه أنا هدف إنه أصل لمرحلة اللي عن جد أكون شخص مؤثر بالمجتمع إيجابي مؤثر أنت مؤثر خلص كمان مؤثر لا مؤثر كمان برضو للأشخاص المرضى النفسيين نفسهم صحيح. يعني الأشخاص إحنا بنعاني من مشكلة يعني أحيانا بحاجة لاحتواء مش أكثر من كلمة إنه شخص يعملنا. ذاكري شخص هيك حكالك كلمة وما زال يحتويك مننهي فيها الفقرة. أنا حسب رأيي الكلمة كثير بتأثر وكثير بتعطي معنى يعني مرات إنه إحنا بحاجة لكلمة واحدة. أنا إنسانة كنت كثير مشاكسة بالمدرسة يعني بفترة المدرسة الابتدائية أعمل مشكلة أخذ مكتوب فصل بدها انتباه صمت لاف يعني انتباه صمت لاف بس أعطونا هذا الاهتمام بالبيت. كنت أعمل كثير مشاكل. آخر مكتوب فصل بتذكر أخذته بصف سابع. مكتوب الفصل اللي أخذته بصف سابع كان مربي صفي غايب كان دكتور صالح عبود. ألف تحية له. كان عندنا الأسبوع الماضي كان غايب دكتور اللي هو بجنن وأنا كتير بكلم منه كل الاحترام أروع من كان ما يمكن تصور العقل هذا الشخص صح عمل تأثير بحياتها. شوفي شو صح شوفي شو الكلمة اللي حكالي إياها كلمة واحدة وأنا متذكرتها الكلمة بالضبط الموقف بالضبط وقفتي وقفة أمي وقفة الأستاذ. كنت عامل المشكله بالصف اجت مركزه السوابع فصلتني قالت لي بتروحي على البيت وبترجعي مع امك بعد 3 ايام. امي كالعاده رجعتنا على المدرسه ثاني يوم ما كانتش ترضى اني اقعد عندها 3 ايام بالبيت بسبب مكتوب فصل انا ما اخذته مشكله عملتها. لما رجعت على المدرسه كان موجود هو مع انه كان غايب باليوم اللي انا عملت فيه المشكله. وقفنا انا وياه بحكي لي جمله بقول لي هيك لو كنت موجود انا ما كنتش راح اسمح انك تاخذي مكتوب الفصل هذا. لمجرد بس انه احتواني بهاي الكلمة حسيت للحظة انه في حدا محتويني في حدا فاهم علي في حدا اللي هو قال لي انه انا مش راح اسمح انك تاخذي مكتوب الفصل هذا. حسسني انه في شخص مهتم فيي او شايف صح. نظرة تانية عن غير الانسان صح. المشاكس اللي بتعمل مشاكل. كم حلقة لو انه بدك تكملي فكرت ثواني ثواني يعني بس اخر شيء فيه انه انا لو قديش انه كنت مهتم اني اسمع هاي الجمله وكان اخر مكتوب فصل اخذته باخر مشكله عملتها. تخيل كيف انسان ممكن يغير مجرى حياه. حاول يستغل الطاقات اللي عندي باشياء ايجابيه ثانيه. القي اشعار بالمدرسه الله. القي كلمه الصباح قدام المدرسه كان يعطيك الطاقه كلمه الصباح يشغلك طاقه دافعيه ثانيه للحب ثاني اذا للحياة. في فعاليه او مسرحيه او اي شيء بده يلقوه بالمدرسه نفسها انا اللي القيه اقدم قدام المدرسه. لو كان حتى 300 شخص قدامي كنت اوقف بكل جرأه واحكي يعني لا حلقه ولا حلقتين يعني عن جد بتكفي انه نسمع منك هي ادق التفاصيل اللي عن جد ممكن تساعد المشاهدين امن اليوم بعرفش ده الاشي مش رح انه ما حكيتش عن الموضوع كتير بس كمان برضو خدمه سله التاهيل انا كتير بنصح الاشخاص ياخذوها المرضى النفسيين لانها كانت يعني
مؤثرة إيجابيا، مؤثرة كتير بحياتي، واللي كان إلها جزء كتير فعالي بأنه وصلت لها. إن شاء الله بتحقق أهدافك. أنا بعرف في عندك أهداف مستقبلية كبيرة أكيد، وإن شاء الله بنستضيفك بحلقات تانية لما بتكون محققة أهدافك وتفرجينا نتيجة نتيجة مثابرة آمنة. كل الثقة على أنه أنا رح أصل إن شاء الله. لأنه إسا حاليا عم بلاقي الدعم من كتير أشخاص، عم بتلقى دعم من السلشكو، من خدمة الديور مليان، وانت كمان بس مجرد استقبالك وإلي بهذا المحل كمان برضو دعم كتير. انت اللي عطتينا الطاقة آمنة، يعني إلنا الشرف، وبالعكس يعني إحنا انت رسالة بحد ذاتك لكل المشاهدين اللي بشوفونا. بتأمل. شكراً لك. العفو. احنا كتير انبسطنا فيكي، يعطيك العافية. مع اقتراب شهر رمضان الكريم في كثير بعد المائدة والطاولات بيكون في عنا هيك فائض طعام، صح؟ أكيد دائما في ناس اللي هي بتمسك الأكل وبتكبه، في ناس اللي هي بتخزنه، بس ممكن تخزينها يكون خاطئ. صح؟ وخصوصا شهر رمضان في أشياء اللي هي لازم إحنا نعدها من قبل. فطريقة تخزين الإعداد المسبق كمان له طريقة. فأنا وإنت أكيد بنعرف إيش، صح؟ يعني بعرف شوي، بعرف إذا صح ولا لا. على الطريقة الصحيحة. معنا اليوم فدوى مواسي، مهندسة أغذية. أنا وياها حكينا كثير أشياء متحيرات فيها، لأن جاي شهر رمضان، طريقة التخزين، وأكيد المشاهدين كلياتها بنعرف نعبي الأكل بعلبة، صح؟ مزبوط. بس في استراتيجيات، في ملائمات أو طرق، صح؟ بداية للأدوات للتخزين، شو بتنصح الأدوات اللي نخزن فيها؟ طبعا بتعلق وين بدي أخزن، يعني إذا كان هو للتخزين للتجميد مثلا أو بالثلاجة، إذا كان إشي مطهو يعني إشي مطبوخ، أنا بفضل دائما بأوعي زجاجية مش بأوعي بلاستيكية. ليه؟ لأنه بشكل عام الطبيخ بيكون فيه دهنيات، الدهنيات تتفاعل مع البلاستيك وبصير فيه هروب من المركبات البلاستيكية، بصير فيها هروب على الطبيخ. فأنا كفدوة يعني بنصح الجميع، وبستعمل أنا دائما أواني اللي هي زجاجية. طبعا الغطاء بتكون غطاء بلاستيكية بشكل عام، فمفضل ما يكونش ملامس، يعني ما عبيش الأكل للآخر. لأنه كمان الدهنيات هي يعني هي وزنها النوعي خفيف، فإحنا الدهن بيكون فوق، يطفو على السطح. يعني بتطلع إذا بتطلعي طبخة من البراد كل الدهن بيكون فوق. صح. طبعا اللي بيعمل دايت وينزل وزنه ممكن يقيم هاي طريقة انه يخفف كثير سعرات حرارية. فهو التخزين في الأوعية الزجاجية، يعني اول نصيحة من نصائح فدوى خزنه بعلب زجاجية. بس اخرى ملاحظة انه هذا الفراغ اللي نخليه، احنا طبعا الاكل فيه مي، نسبة ماء كثير، واحنا سبحان الله الماء هو المادة الوحيدة في الطبيعة اللي هي لما تتجمد بيكبر حجمها مش بصغر حجمها. هاي بكلها انومالية الماء. اذا بنشوف احنا اي كنية مي اذا بنجمدها بنشوف انه تتضخم. تتضخم. فمشان انه ما يتكسرش او ما يتفجرش الوعاء، سواء كان بلاستيك او كان الزجاجي، ما نعبيه على الاخير، لنحسب حساب لا انه المي الاشي الاكل بيكبر حجمه، فنحسب هاي الحسابات. بالنسبة لكتابة التواريخ هيك شو ممكن تعطي نصيحة؟ طبعا طريقة. يعني مهم جدا انه احنا المواد اللي احنا اذا رايحين على التجميد مثلا، الوجبات اول اشي اقسمها بكميات اللي هي مناسبة للعيلة. يعني اذا بدي اشتري انا لحمة مطحونة مثلا، بدي اعمل كفتة او بدي اعمل محاشي او بدي اعمل، فانا وجبتي يعني بفرزها عقد او الكمية عقد الوجبة. يعني مش اشتري كيلو اللحمة وانا بستعمل نص مرة واحدة واطلعها كمان مرة اعملها تذويب، هيك بتخرب اللحمة. اول اشي لازم انه على الكمية عقد الوجبة العيلة. كمان تقنية مهم جدا نستعملها، انه لما بحطها بكلب الكيس تاع التخزين، طبعا اللحمة بشكل عام احنا بنحطها باكياس تخزين بلاستيكية خصوصي للتجميد. فأول إشي لازم أنا بعملها بشكل مسطح كثير كثير كثير، فأنا بكبر مساحة التلامس يعني أخرج الهواء من الكيس وأسكرها. مش هيك منكون رجعنا لنفس المعضلة، إنه أنا عمال أخلي اللحمة تلامس البلاستيك وهيك بيصير هروب من بس أنا بكل بلاستيكات دهون. خصوصي للتجميد، خصوصي يعني لحفظ الأطعمة. يعني التجميد بعلبة يعني مش أي كيس أشتريه يختلف عن التجميد بكيس.
خلينا نوضح للمشاهد. لا في الكيس لازم يكون كيس خصوصي للتجميد. فهمي هذا اللي بتفرق من البلاستيك نفسه بيكون مصنوعة منه القنينة ملان والكيس. أنواع بلاستيك ملان يعني حتى الزيت يعني تخزينه في كلب أوعية بلاستيكية هذا القلن الأصفر اللي إحنا بنشتريه بتاتا مش صحي يعني أنا بنقله دائما على وعاء اللي هو ستانلس ستيل يعني يا إما بحطه بستانلس ستيل حديد يا بحطه في وعاء زجاجي اللي هو غامق يكون غامق على أساس إنه ما لأنه الضوء كثير بأثر عليه والهواء كثير بأثر عليه والبلاستيك كثير بأثر على الدهنيات فلازم يكون بلاستيك خاص يعني أشياء بلاستيكية خاصة فمهم جدا إني أنا يعني أسطح الأكل ليه؟ لأن ساعتها لما بحط أحطها بالفريزر أول شيء بأخذ حيز مرتب فوق بعضه بكون مهذا الشكل وخذ شوية مساحة بالفريزر والمساحة السطحية اللي له بتكون كبيرة بتجمد بسرعة وبذوب بسرعة يعني أنا بطلع اللحمة بأخذش معي كثير وقت للتذويب صحيح. لأنه عملية التذويب هذا اللي بتعمله لا بس هي يعني هاي أكثر يعني تقنية أنا بشوفها يعني منطقية وصحية ليه؟ لأن عملية التذويب أنا لما جمدت الأكل أنا وقفت نشاط البكتيريا صح. البكتيريا بعدها موجودة الإنزيمات بعدها موجودة فلما أنا بذوبها بترد تنشط فلما بتذوب بسرعة نشاطها يعني ما بتلحق تتكاثر بكميات كبيرة وكمان بطبخ بسرعة يعني ما بتعوقني عملية الإذابة كثير بخسر عليه وقت يعني عمليا هيك احنا خلينا نلخص هاي النقطه لانه عن جد المشاهدات راح كثير تنبسط هسه قبل فتره رمضان انه تسمعها عمليا لما احنا بنقسم الاشياء في الفريزر خلينا نقول احنا هيك بنقسمها لوجبات نخلي الماده هاي مساحه سطحيه لها كبيره بنوفر محل بالفريزر نفسه وكمان انه زي ما قلت بفك بسرعه يعني بذوب بسرعه بجمد بسرعه وبذوب بسرعه بكون اسرع بطبخ الاشي يعني كثير بخسر وقت. كثير بخسر وقت. بالنسبة للناس اللي بحبوا يجهزوا مأكولات قبل يعني ممكن ششبرك كيف ممكن أنا أحفظها إسه برمضان طبعا تجهيزات مسبقة كثير 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 مهمة يعني المعجنات كيف ممكن نحفظ هالأشياء كثير بنشكل وبننوع في الوجبات طبعا أول نصيحة كأخصائية تغذية إنه إحنا عن جد يعني نخفف من هذا الهوس على تنوع الوجبات وعلى على المقال يعني احنا انا بشوف منطقتنا كثير يعني في اشياء بيكون يعني اجباري ماست فلافل كبه بطاطا مقليه اشياء اللي هي اضافات بتكون اضافات يعني انا عندي في البيت بتاتا بستعملهنش يعني الطبخه الرئيسيه ومقبله مقبل واحده طبيعه طبيعه الاكل العادي في الايام العاديه لانه مهم جدا كميه السعرات الحراريه اللي بنحرقها نحسبها يعني احنا صمنا صح مدة طويلة بس ما نعوضهنش كلياتهم بثلاث ساعات وزيادة كثير ناس بزيد وزنهم بعد رمضان الدهنيات المقالي نعمل تحضيرات مسبقة مثلا نشتري كل أنواع الخضار بشان الشربات كثير شرابية أساسية تمشي. يعني في رمضان نقسم كل الخضار نكشر كلياتهم مرة واحدة نشتريه مرة واحدة نقطعه ونحطه بالكياس هاي الملائمة بوجبات اللي هي بتكون خلطة الجزر وبتصيرش ولا إيش عليها بالفريزة زي المفرز اللي بنشتري من السانفروست يعني هي في طريقة اللي هي أفضل لتجميد الخضروات اللي كلها عملية التبييض اللي هي يعني أنا بعد ما أقطع الخضار بحطها مدة قصيرة في ماء مغلي طوالي بنشيلها بحطها بماء مثلج فأنا بوقف عملية الطهي بحطها بالفريزر فهي بتكون تقريبا طازجة يعني أفضل نوع تخزين طعام هي التجميد من ناحية محافظة على قيمة غذائية هي هاي تحضير المعجنات المعجنات ممكن إنه نعجن مرة واحدة ونعمل تشكيل كبيرة ونجمدها ونطولها بس نعملها خبيز أو قليل شو أهمية كتابة التاريخ تاريخ الإنتاج أو التصنيع إنه بعد ما أعبي الكيس أحط عليه تاريخ لأنه مرات إحنا مع الأيام مع تراكم الأيام ننسى أشياء وين نحطها طبعا ترتيب الفريزر كل فتره مهم جدا احطها حسب ترتيب تواريخ طبعا يعني كيف بدي اعرف انه وين موعد الانتهاء يعني طلع بشكل عام المأكولات بدها 6 اشهر واكثر بالفريزر 6 اشهر لسنه في الفريزر ممكن اكثر كيف ممكن اعرف اي شيء كيف خرب رائحه نكهه ملمس نسيج نستعمل حواسنا حتى في مرات الأشياء بالفريزر طبعا إذا فتحناها وكثير فتحنا الأشياء كل ما يفوت أكسجين أكثر كل ما تبطأ درجة الحرارة أكثر كل ما الإشي تاريخه يعني يكسر
او مدة صلاحيته. فاحنا عندنا جوارير للتخزين اللي هي بتنفتحش بشكل عام، مش زي فريزر اللي بتاعت الثلاجة اللي هي للخبز وللاشياء اللي اللحم الاشياء السريعة. اما الاشياء اللي خزنها اللي الدوالي الملوخية البامية الكذا بتكون لها جوارير خاصة بتفتحها كل مدة كل اسبوع مرة، وكلياتها لازم يكون عليها تواريخ لانه احيانا في سنين اللي احنا مستهلكش كل اشي، فبتراكم عندنا مرات اشياء من سنتين والواحد مش منتبه. يعني صح. انا بقول يعني يا ريت عن جد نسائنا هيك كلياتها هيك لما تطبخ الطبخه تكون على القدر وما نحتاجش هيك انه نخزن ونفوت على وهي مع فدوى من مشجعي انه على القدر فيش داعي التبذير فيش احلى من الاكل الطازج يعني بالنهايه، بس احنا بنحكي انه الامكانيات فيما لو تبقت فضلات طعام بالذات هسه يعني احنا جايين عشان رمضان في اشياء اللي يعني واحد ظل عنده طبخه ملوخيه ظل عنده باميه ظل عنده كذا جمدها ليوم يعني لا 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 كم كم من يوم بطلعها. ممكن حدا في البيت بيحبش الطبخة اليوم فبحب البامية بطلعها إياه. فمهم جدا الاقتصاد المنزلي يعني احنا بنمتن لك كثير على هاي المحاورة الحلوة وكانت هيك عن جد غنية بالمعلومات بالذات للستات إسا بالبيوت بسهر رمضان على البواب وعلى المشار على الشرفات. فشكرا لك احنا ورمضان كريم للجميع. رمضان كريم في حلقات لا اكيد لنا هيك كل مره بتيجي فدوى مع المعلومات ان شاء الله. ان شاء الله عزيزتي ورمضان كريم لكم وللمشاهدين جميعا. كثير انبسطت معكم واحنا دائما نستفيد منك احنا قبل المشاهدات صراحه. شكرا لك كثير ونراك بخير. مشاهدينا وصلنا لنهايه حلقتنا لهاليوم، نهاركم سعيد ولا تنسوا تعملوا لنا شير.